يسعد صباحكم عن جديد. أما هلا مشاهدينا رح نروح لأولى فقراتنا الصباحية لنحكي عن الرهاب أو الفوبيا. هو اضطراب نفسي يعرف أنه هو خوف متواصل من مواقف أو نشاطات معينة مجرد تفكير فيه أو مجرد أو حدوثه أو التفكير فيه. لهيك الشخص بيتعرض لهيك مواقف بيصير بفكر كيف انا بدي اتخلص من هي الفوبيا اللي انا عايش فيها او كيف صحيح. بدي اتخلص من هذا الخوف بس ما بيعرف كيف يتخلص منه. لهيك دائما بيلجأوا يمكن لطبيب او لاستشارات او لكثير طرق. اكيد ليلى. هلا خلينا نقول بدايه انه الخوف هي حاله غير فطريه، يعني اليوم الطفل اللي بيولد ما بيعرف شو اسمه الخوف. شيء اسمه الخوف وهو شيء مكتسب من المحيط من الناس اللي حوالينا. طبعا الخوف في سلبيات كثير له، وايضا يعني اليوم احنا ايضا في شيء ايجابي. اليوم هذا الخوف بجوز يمنعنا نحن نروح لمواضيع ممكن تاذينا بحياتنا، ولكن وقت اللي بتحول لحاله مرضيه هون بصير شيء مدمر بحياتنا. بصير نخاف حتى من كل شيء حوالينا، بنخاف من الناس اللي حوالينا، بنخاف من بكره وبنخاف من اي مشروع نحن ممكن نحب انه نساوي، ولكن خوفنا منه بخلينا نبعد. تمام. اليوم هيك رح نحكي عن الخوف، ايمت بتحول لفوبيا وقيمت اليوم نحن بحاجة للطب النفسي، وكيف اليوم الحلول للتخلص من هاي القصة. معلومات كتير مهمة حيشاوبنا عنا لليوم ضيفنا، وهو من حمص الأستاذ يحيى سليمان، أخصائي في علم النفس والتنمية البشرية. يسعد صباحك أستاذ. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك والحمد لله على سلامتك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بداية خلينا نحكي بشكل عام عن الفوبيا، نعرفها. كتير ناس بتتعرض لهي الشيء، ممكن تكون معها من الصغر من مواقف معينة، خاف من أشياء معينة، من مكان، ممكن من حيوان، من أي شيء ممكن يسبب لها قلق وخوف بتستمر معها، أو ممكن تكون مو هاي الحالة، مو شرط أنها تكون معها من صغر. خلينا نعرف الفوبيا بشكل عام. لا طبعا الفوبيا تختلف بشكل جذري عن الخوف بحد ذاتها، يعني هي يعني بيسموها الناس أنه نوع من أنواع الخوف. بس تصحيحا للموضوع، الخوف هو حالة شعورية تنتقل إلى حالة ذهنية إلى الوعي. الخوف هو صورة أو مثال لموقف، خوف من النجاح، خوف من المقابلة، خوف من الفشل، خوف من علاقة، خوف من أعمالنا أمام الله. تنتقل هذه الصورة إلى حالة شعورية أمام الناظر، أمام الشخص. لذلك تتكون حالة من الخوف من أو على من الشيء، بيصير نوع من الارتياب أو حذر على الشيء أو على الحالة الموجودة بالشخص كشعور، بيصير نوع من المحافظة أو الحرص. هون صار عنا نوع من الخوف الإيجابي أو السلبي. بينما الفوبيا هو اضطراب نفسي، يعني هو الحالة الأقصى اللي بتعرض الإنسان فيها بالخوف. الاضطراب النفسي هو يتحول إلى تصرف غير منطقي وغير عقلاني، يصيب الإنسان بحالات معينة لنعددها بعد شوي. الحالة اللي بتتطور مع الشخص اللي بيصادفه الفوبيا تنتقل إلى اللاوعي. هون صار عندنا تباين إن الخوف ينتقل إلى الوعي أو حالة ذهنية نشعر فيها، من ميزة إذا صح أو بخطأ، إذا سلبية أو إيجابية. بينما الفوبيا يؤدي إلى اضطراب، ممكن إلى ذهان، قلق مستمر، انفصام شخصية. كتير في أمراض بتكون موجودة ودرسناها عشنا فيها، اكتشفنا انه هي كان منبع فعلا متجذر بالشخص. في كيف قاعدة يعني متجذر؟ يعني متجذر بالشخص، لانه الخوف او الفوبيا بالجانبين هن منبعه باطني عبارة عن حزن او غضب. الانسان مثل كأني عم نزرع شيء تحت التربة بمبدأ ثمرة فيها حزن شديد من فراق، من ألم، من معاناة، من عاطفة، او شيء له علاقة بغضب مكبوت بيتعلق بالتربية. تطرقنا لموضوع مهم جدا اللي هو الطفل. قلتي هي حالة فطرية. كثير من الأطفال وقت بيكبروا بيكون عندهم معاناة سواء كان بخوف أو فوبيا. ليش؟ لأنه بينظر للطفل، الأهل بيقولوا له هلا بيجيك الوحش، هلا مطفي عليك الضوء، هلا بدي ياخذك عمه أو كذا. هذا الموضوع أنا بس بلاحظه بشكل يومي ومستمر. وإيه؟ وبطبقه مع ابني الصغير ورد، بوجه له تحيه. يعني انت اليوم استاذ باخصائي كمان، انت اليوم عم تطبق هذا الاسلوب مع بطبقه بطريقه انه لا فرجيه بيكون مع رفقاته،
بيقول لهم بكره راح اخذك مشوار على الغابه لعن صديقي الوحش عشان تلعب انت وياه. بعطيهم فكره حلوه انه هذا الخوف اللي بيزرعوه الاهل بالاطفال خاطئ جدا. لذلك الانسان الشاب او الصبيه بس يكبروا فجاه بيحسوا حالهم صار عندهم معاناه، صار عندهم خوف، صار عندهم رهاب، صار عندهم مرض نفسي او قلق، ممكن عنف اسروي، مو بس انه كتربيه طفل، العنف المستمر بالعلاقه يؤدي الى هذا الخوف الغير منطقي، سميناه غير منطقي لانه تحول لفوبيا، باختلف هون الفوبيا عن فينا نقول هي حالات كبت بالطفوله تحولت لموضوع الفوبيا، بس ايمت اليوم الانسان بيروح لموضوع الفوبيا؟ هلا مثل ما قلنا الخوف هو حاله طبيعيه وضروريه بالحياه، بس ما توصل لحاله المرض، ايمت الانسان ببلش يفوت بموضوع الفوبيا؟ يعني شو هو الحد الاقصى لإله؟ الحد الاقصى اول شيء الفوبيا طبعا الصوره الحقيقيه اللي بتاتي للانسان بالنسبه للخوف انها تظهر امام الشخص، بينما الفوبيا المثال امام الشخص، يعني شخصيه الانسان بمكان الفوبيا او مسبب الفوبيا لهلا بنعدده، والصوره تاتي لداخله، لذلك صارت غير منطقيه لانه وجودها خاطئ. طب خلينا نروح للاسباب ممكن توضح الصوره اكثر. اسباب يعني. هلا نحن اللي بيسبب الفوبيا اسباب طبيعيه، مرتفعات، اماكن ضيقه، الزلزال الحدث المره الماضيه، نعطي مثال عن الزلزال، الناس كثير صار معها فوبيا الزلازل. تمام. طيب انتم من قبل السنه الماضيه ما كان معكم فوبيا زلازل لانه ما كنتوا بتعرفوا الزلزال، اذا استجلبتوا صوره الزلزال عليكم، يعني انتم صورتكم المدمره مو شخصيا طبعا، يعني بمعنى تحت يعني صوره الزلزال اللي هو راح يكون مدمر للحياه زعزعتكم، لذلك انتم عنكم كان بباطنيا حزن شديد او غضب شديد حصرا، لذلك صار اضطرابات سلوكيه تاثر عليهم. هلا عنا هي النواحي الطبيعيه، عنا مثلا الخوف من الحيوانات، القوارض، الجرذان، الفئران، الحشرات، ممكن القطط حتى هذا الخوف اللي بسموه او الفوبيا اللي بيخاف واحد من حاله، يعني بيخاف الواحد فجاه بيقفل من اي شيء، يعني خايف من الخوف بحد ذاته. هلا هي بناخذها للفوبيا اكثر لانه خوف من اللاشيء بحس، يعني احد الاشخاص ما نوم الحمص بيضل بيخاف كل يوم، اذا اهتزت ورقه بخاف، سمع صوت بخاف، مر كائن بخاف، صحي باحد الايام ما انه خايف، عم خاف. ليش ما انه خايف؟ لانه ما انه خايف. الفوبيا هو عباره عن شيء غير طبيعي، غير موجود، لذلك سموه غير منطقي بتعريف الفوبيا. عندنا فوبيا من الطب، الجراحه، رؤيه الدم، الابره، دكتور اسنان، يعني في كثير ناس بتقعد على دكتور اسنان بس الدكتور بيقول افتح تمك او افتح تمكم بحط بيصيحوا قبل ما يعمل شيء، حتى قبل ما يخدر، حتى بيكونوا مخدرهم بيصيروا بيصيحوا. هي فوبيا من الطب. عندنا فوبيات كمان شوي غريبه، يعني بيقولوا الخوف من الموت. خوف الموت هو ابتعاد الشخص عن نفسه او نوعا ما نقول انه شوي ما انه متابع حاله من نوع علاقته مع الله. في عندنا خوف، الخوف من الله، الخوف من اعمالنا من الله طبعا. القول الحقيقي بمعنى الخوف او الفوبيا هو راس الحكمه مخافه الله. نحن وقت بنخاف راس الحكمه مخافه الله، اذا معناتها الخوف حكمه. معناتها الفوبيا مصطلح غير جدير بالانسان يضل متاصل فيه، هذا الشيء بده تدريب، بده نسيان. الخوف علاجه امان. نحن بس نعطي امان للشخص راح الخوف. انا وداخل هلا على الشام الحبيبه، منظر معروف كل الناس بتعرفه، وبسطت كثير انه جاي احكي بالحلقه وشفت هذا المنظر وصورته، رؤيه الحمام على الارض تلاقي عم ياكل عن شارع الثوره هي المرج او كذا. طب ليش الحمام قاعد عم ياكل وجنبه العالم؟ الامان، شعور بالامان. شعور بالامان، اذا ما بيخاف انتبهوا، توفر الامان ما خاف الحمام. الفوبيا ما بتتعالج بالامان، الفوبيا بتتعالج بالنسيان، يعني لانه هذا الشيء نرجع بنقول شيء غير حقيقي غير ملموس، اذا لازم نحن بشكل تدريجي نتعود على النسيان، وبده يكون في مرجع مختص. يعني احدى الشخصيات كانت عندها حتى انفصام شخصيه مو فوبيا، عندها اضطراب بسبب غضب الاهل، بسبب عنف، حتى بسبب التنمر. يعني فينا ناخذ الفوبيا اكثر بتاخذك للتنمر اكثر من بحد ذاتها، كمان هذا الشيء بيعمل عقد للشخص، بصير عنده رهاب من الجمهور. صحيح. مع عدم لقاء الجمهور وبيعانوها كثير عالم. احد الاطباء عمل عمليه وبيكرموه، قالوا له بتطلع على المسرح بتلقي كلمه. اعتذر،
البروفيسور قال له ليش اعتذرت؟ قال له ما بعرف شو بدي احكي. قال له اطلع احكي بشكل طبيعي وتشكر الجمهور، احكي شو عملت بالعمليه. قال له انا كنت مجهز ورقه، بلكي خربطت، بلكي نسيت، بلكي كذا. عادي جدا، انا هلا امام الكاميرا، بدي اعاني بلحظه انه شو لازم اعمل او كذا، لا خلص خليني عفوي. في الكاميرا لها فوبيا؟ الفوبيا هلا الكاميرا، انا شايف الكاميرا بس ملايين الاشخاص رح يشوفوني دائما. اكيد اكيد، بس اذا اشغل مخيلتي انه الناس اللي عم تشوفني رح يصير شعور غير طبيعي. طبعا اكيد. هلا كنا عم نحكي عن الفوبيا اللي بتترافق مع الشخص من صغر، مثل ما ذكرت انه من الاهل، في اشخاص بتصير معهم بمراحل متاخره، يعني كنت عم تحكي انه لدرجه انه بيخاف من حاله، خلينا نحكي شوي عن هي الحاله. يعني الخوف واحد من نفسه، هي بترجع على اول شيء، هي طبعا منشأ نفسي اكيد. هلا ممكن الشيء بيكون فطري مكتسب، ما بدنا نقول بالتربيه، بس من شخصيه الانسان طبيعته. حكينا المره الماضيه الحلقه الماضيه عن شخصيه، كان في جوانب كثير طبعا يعني ممكن تنذكر عن الشخصيه بعناوين ثانيه. بقى دائما هي الشخصيه اللي بتخاف بتكون هي بعيده عن نفسها. يعني الانسان اللي فينا نقول شوي بيفهم حاله ممكن يخاف من حركه. في ناس تلاقيهم بلحظه هيك بحركه صغيره تلاقي بيخافوا لو كانوا احيانا بيبالغوا فيها. فهي بيكون نوع من ضعف الثقه او ضعف الشخصيه فينا نقول. هذا طبعا اكيد منشأه بيكون ممكن طفولي، ممكن بالكبر، حتى يمكن الأحداث اللي بتمرق بحياتك كل حدا فينا بتزيد من الحالة، خلينا نقول الطفولية الموجودة، يعني بجوز تكون موجودة بس بشكل بسيط. ايه ممكن هاي الأحداث، الصدمات، الشيء اللي احنا متعرض له بحياتنا يخلينا نشعر بالخوف. دائما الحلول بنسعى لها، يعني وقت اللي بنقول النسيان القصة مو بإيدنا، يعني يعني هي معنا سحر بالنهاية. أكيد. يعني حتى نروح لهذا الموضوع، خلينا علميا يعني هيك نفصل ولو تعدادات اليوم احنا شو قادرين نعمل، خلينا إذا ما قدرنا نتخلص نخفف على القليلة. نعم. هلا اذا كنا نخفف من درجه الحده، اول شيء هي اول شيء بتكون مصالحه مع الذات. التمييز حكينا بين الخوف والفوبيا، نحن عندنا علاج الخوف بيختلف عن علاج الفوبيا. اذا نروح للفوبيا اللي هي الاهم، نحن انها هي انتقال هذا الشعور الخاطئ او المرض النفسي الى اللاوعي. نحن فينا اكيد ما رح بغايه النسيان انه ننسى فورا، اكيد نحن فينا ندرج هذا الموضوع، نحول هاي الفوبيا الشديده او الهلع الشديد، هو خوف مع تشديد، الى خوف بسيط. يعني ننقلها من حاله الفوبيا لحاله الخوف. الخوف صار هون مشاعر، جينا احنا نتحكم بحالنا، نتصالح. يعني احنا وقت بنقعد بمكان بدنا نتعود انه هذا المكان مظلم، بنشغل الضوء نفسه، بنطفي الضوء، انه ليش عم نخاف؟ ما نفس التدريب. ايه اذا بدنا نتعامل مع اشخاص ثانيين، سالتيني انت ممكن وقت الواحد بيكون كبير ممكن يتعرض فجاه لهذا الموضوع، هو طبعا قلنا في ثغره بتكون موجوده بالشخص، انها يا حاله من الحزن يا حاله من الكبت او الغضب. تمام. يعني عندنا ثلاث نماذج ممكن نحن نقيس عليها. اي انسان بيقدر يعمل مراجعه شخصيه او حتى مراجعه نفسيه لمختص او كذا، كثير بنسال بهذا الموضوع انا، بدهم راجعوا نفسكم. يعني انتم ما تقولوا هلا بهاللحظه انا خايف او خايفه او معي فوبيا او معك فوبيا، انه فجاه صارت. راجع نفسك الاحداث اللي صارت، وبعدها من العلاج بيكون موجود. اذا النسيان بلحظه هو بدايه تذكر. يعني نحن وقت ننسى ما بننسى انه معناتنا نلغي، ننسى الحاله اللي وصلتنا لان هي خاطئه، نرجع للحاله الصحيحه نبلش فيها لنرجع نشفى. بس القصه ما انا سهله تدريجيا، يعني بدها مختص، بدها متابعه، بدها الانسان يفهم نفسه. يعني بدها تطبيق عملي، يعني فينا نقول تدريجي، ما انه اكيد راح يكون مفاجئ، خاصه بالنسبه عم نحكي عن الفوبيا. اكيد الخوف ممكن ابسط شوي، لانه الخوف بيلحق حاله معينه، يعني بيلحق مثلا الخوف من النجاح فشل، بينما الخوف على النجاح مثابره. يعني وقت واحد يضل يخاف يقدم امتحان او مقابله بيقول خايف من اي شيء، كلمه من تؤثر عليه سلبيا. الخوف على الشيء دائما بيكون ايجابي ويعطيك سبيل النجاح، بينما نقول الفوبيا ما فيها من على فوبيا تاصلت فينا، بس تاصلت بناحي. هلا هون جينا على موضوع مهم جدا، انه الفوبيا تختاري حاله معينه، في خوف من كائن معين، خوف من حاله طبيعيه. نحن بنجي نقول على شخص يخاف من المصاعد مثلا،
أو الأماكن الضيقة. أنا من زمان كنت شوي أعاني من هذا الموضوع، يعني ضمن حافلة أو حتى سرعة زائر، يعني مضغوطين ببولمان مثلا ومسرع شوي بلبك هذا الشيء. ممكن في شيء تدريجي بيكون، يعني بخاف من المصعد نفتح باب المصعد بفوت على المصعد وبيرجع بيطلع بدون ما يتحرك المصعد، بعد ما نخليه من له اهتز المصعد أو كذا. في شيء تدريجي بيكون أكيد تدريب، مو يعني مو مفاجئ إيه، لأن هو بالأساس شيء لا واعي، لذلك نتعامل شوي معه بانسيابية لحتى نقدر نخلصه. طيب خلينا نروح لأقصى المضاعفات اليوم وقت اللي بيكون عندنا هاي الحالة وما منروح لموضوع النسيان أو التدريب أو إنه نحن ندرب حالنا اليوم نكسر هذا الحاجز، يعني الإنسان لوين ممكن يوصل بهاي القصة؟ هلا طبعا هذا الموضوع مهم جدا لأنه ما بينترك الإنسان اللي بيمر بهاي المرحلة، خاصة إذا كان هذا هاي الفوبيا هي عبارة عن منشأ اجتماعي، يعني بتكون نوع من التنمر أو المعاملة بالعنف أو التجاهل أو عدم اهتمام. هذا الموضوع بياخذنا لشيء المهم بالإنسان يوصل لمرحلة يفهم إنه هي العملية الرجعية، وقت ياخذ دواء شو بيصير فيه؟ غرق أكثر، صار بده شو؟ صار بده مساعدة، يعني إذا هو عودة إلى الحقيقة بوجود طرف مساعد. هذا الموضوع إذا تطور بيوصل لمرحلة بياخذوا دواء، الأدوية هي بتكون عبارة عن علاج اكتئاب، علاج قلق، علاج كذا. آخر شيء بيصير الإنسان منفصل عن الواقع، يعني خلص صار على مبدأ هو جسد إنسان، راحت الروح تبعه. التعود بهي الحالة الحقيقية بيصيب الإنسان هي دائما للأسف بيتجاهلوها ذوي الشخص، يعني ما بيروحوا يقولوا له راجع مختص بعلم النفس أو أستاذ بعلم النفس أو دكتور نفس، هذا الموضوع كتير بيأثر عليه، بيصير آخر شيء بيحاولوا يحجزوه، بيصير عندنا رهاب كمان، رهاب الحجز أو فوبيا تضاف لهذا الموضوع. هذا الشيء مؤثر جدا. طبعا نحن الأهم نقطة اللي عم نحكي فيها الأهل لهم دور كتير، أو الوسط المحيط المجتمع بشكل عام بيفيدوا كتير هذا الموضوع، وللأسف هو نحن عم نقول بيفيدوا بس للأسف إنه أحيانا بيسبب سلبية. طيب كيف بده الشخص يفرق إنه هو بين الفوبيا والخوف؟ قلت في فرق بالحالات أو بالقصص اللي بتصير معك بين الخوف والفوبيا، كيف الشخص لازم يفرق إنه هون بيقول أنا عندي فوبيا لازم يروح لعند اختصاصي نفسي أو لعند حدا أنه يتعالج من هاي القصة؟ طبعا هو نحن بنسأل كتير ناحية المرجع المختص، مرجع النفسي بيحاول دائما يختصر يختصر عليه الطريق، أنه الفكرة نحن عنا أنا هون ما بقى إذا الكاميرا بتصور عنا نحن مشان الوقت أستاذ لفت نظري هون شو جانب بس في وردتين جوا. طيب هلا هي شعور الخوف الرهبة من الأشواك توجهت إلى ورقتين بالداخل، هذا شعور خوف ماشي، بس باللحظة الأولى كان فوبيا من شيء مؤلم، شيء فيه وخزة بالموضوع. لذلك نحن وقت بنقول خوف بيكون حالة شعورية تنتقل إلى الوعي، بينما فوبيا هي حالة من اللاوعي. طيب هيك بنصائح أخيرة اليوم، هيك إذا حبينا هيك نوجه من خلال وجودك اليوم نصائح لك لحد عم يشوفنا عنده هاي الحالة، إن كان خوف أو كان فوبيا من أي شيء بالحياة، يعني شو ممكن يعمل، يعني نصائح نفسية خلينا نقول ضمن اختصاصك. طيب الخوف أول شيء نحن علاجه بالأمان والسلام والاطمئنان، نحن لا نتخلى عن هذا الشيء ونعيش بأمان، يعني نحن ما بنسمح لحدا يعاملنا إذا كان شخص مقرب أو شخص علاقة عاطفية مثلا إنه يأثر علينا لحتى نحن نصير نشعر بعدم الأمان بوجوده معنا. قديش فوبيا الفقد صعبة؟ الوقت طبعا الفقد إنك الفقدان إنك إيه؟ يعني تخاف من هاي القصة فبتروح لموضوع التنازلات إيه؟ لموضوع التضحية صحيح. بيكون واحد أصعب بيكون واحد ترك نفسه صحيح هاي إيه؟ وهي هون الفكرة، هون هذا الفقدان هو بينقلنا للفوبيا بالنهاية. الفوبيا بالنهاية هي هو شعور من القلق الدائم والخوف الشديد أو هو الهلع. فهون صرنا نحن وقعنا بمأزق خطير جدا. طبعا هو علاج الخوف بالأساس علاج مبسط ببلش من داخل الإنسان من مشاعره، بينما علاج الفوبيا يبدأ من الخارج، بيكون في مرجع مختص بيسأل ممكن يشاور ممكن يقول لي كذا مثلا،
ممكن ينقلوا من هاي حاله اللاوعي الى حاله الوعي، يخلصوا بالتدريج من هذا الموضوع. اكيد معناتها كفينا نختصر بعناوين هي الامان، محاوله النسيان والمرجع لحدا مختص يعني، ودائما التدريب على شيء بنخاف انه يمكن يكسر هذا الحاجز، خلي شيء امر طبيعي ويرجع للوعي يكون ولا لمراحل الخوف الاولى، بيكون نوع من التعود. صحيح. حتى شكرا، نتشكر حضورك اليوم، واكيد الحمد لله على سلامتك مره ثانيه، وشكرا لكل المعلومات اللي ذكرتها. بالصحه والسلامه للجميع.